ادعم المنتخب الاولمبي، كل الدعم ان شاء الله لمنتخبنا الوطني الاولمبي بقياده الكابتن شوقي غريب، كل التوفيق ليهم ان شاء الله في بدايه الحلم، ان شاء الله بدايه الحلم يوم 8 نوفمبر ان شاء الله في استاد القاهره الساعه 8 مساء. كل العيون تترقب مباراه منتخب مصر مع منتخب مالي، تكون مباراه قويه ان شاء الله، نتمنى الانطلاقه والحلم وبدايه الحلم تكون ان شاء الله موفقه. كان ده سؤال يعني سؤالنا لكل جماهير النادي الاهلي على صفحه قناه النادي الاهلي، توقعوا معانا نتيجه ان شاء الله مباراه منتخب مصر ومالي، وان شاء الله صاحب الحظ هيفوز معانا ان شاء الله في حلقه جايه من برنامج الاشبال بتيشيرت منتخب مصر. وكمان هنفرد في المساحه ان شاء الله الاخيره في حلقتنا النهارده مع الدكتور احمد ثابت ملك الاحصائيات والارقام، وهنتكلم عن كل مجموعه منتخب مصر. طبعا البدايه هتكون امام منتخب مالي، عندنا منتخب الكاميرون، وعندنا منتخب غانا، معانا فيديوهات، معانا لقطات، معانا كمان هتكلم مع الدكتور احمد ثابت عن نقاط الضعف والقوه في كل المنتخبات وعن القوائم، وكمان معانا مفاجات النهارده في القوائم اللي اعلنت من كل المنتخبات، يعني ان شاء الله الحظ يكون واقف معانا بنسبه كبيره. وكمان الدعم الجماهيري اللي احنا بنطالب النهارده، يعني بدايه من النهارده ان شاء الله تكون مباريات منتخب مصر مليئه بالجماهير اللي هتكون حافز ان شاء الله لمنتخبنا. كمان مع منتخب الاولمبي المهمه صعبه وسهله، سهله انها على ملعبنا وسط جمهورنا، لكن صعبه علشان الاخفاق اللي حصل في كاس الامم الافريقيه مع المنتخب الاول كانت على ملعبنا، فالنهارده هيكون في عبء كبير على المنتخب الاولمبي انه ازاي يفرح كل جمهور مصر، وان شاء الله كلنا ثقه في منتخبنا انه يقدر ان شاء الله يوصل للاولمبياد القادمه. تاني حاجه مهمه او الحاجه المهمه اللي انا عايز اتكلم فيها، موضوع كان اثير خلال الفتره اللي فاتت عبر السوشيال ميديا وعبر قنوات الاعلام الرياضي، اللاعب مصطفى هشام. لاعب مصطفى هشام كان لاعب النادي الاهلي مواليد 2001، اقاويل كتير اللاعب هرب من النادي الاهلي، اللاعب سافر احترف في احد الانديه الاسبانيه الدرجه الثالثه، اللاعب طلع بتصريحات قويه قال وانا داخل النادي الاهلي كان المسؤولين بيطالبوني ان انا ادفع فلوس علشان اكون موجود في تشكيله اساسيه وبلع. ايه القصه؟ ايه الحكايه؟ ايه الروايه؟ هنقولها لحضراتكم هنا من برنامج الاشبال. مصطفى هشام هو لاعب في النادي الاهلي مواليد 2001، انضم للنادي الاهلي موسم 2016 2017، كان بيتولى القياده الفنيه في ذلك الوقت الكابتن محمد شرف. كابتن محمد شرف مسك فرقه 2001 حوالي 4 5 سنين، ما شاء الله عمل معاهم نتائج يعني كبيره جدا. كابتن محمد شرف كان هو الاساس او النواه في بناء هذا الفريق. مصطفى هشام انضم 2016 2017، وهستعرض مع حضراتكم دلوقتي بالارقام مشاركات اللاعب زي ما احنا شايفين دلوقتي موسم 2017 2018. بعت لنا الاوراق دي اداري الفريق، ما كانش متواجد في ذلك الوقت موسم 2016 2017. مصطفى هشام ما شاركش ولا دقيقه في موسم 2016 2017، ده موسم 2017 2018. معانا الدور الاول والدور الثاني، ايضا اللاعب لم يشارك ولا دقيقه مع الكابتن محمد شرف، يعني النهارده موسمين مع الكابتن محمد شرف لم يشارك فيهم اللاعب في اي دقيقه في المباريات في الدور الاول والدور الثاني. موسم اللي فات اللي كان مع كابتن احمد سراج موسم 2018 2019، اللاعب ايضا في كل مباريات الدوري لم يشارك سوى 25 دقيقة فقط، 25 دقيقة فقط، يعني في 3 سنين، سنتين مع كابتن محمد شرف دور أول دور تاني في الدوري، وسنة اللي فاتت مع كابتن أحمد سراج لم يشارك في 3 سنين غير 25 دقيقة فقط. تصنيف اللاعب، أي مدير فني بيبقى عنده تصنيف أول وتصنيف تاني وتصنيف تالت. مصطفى هشام كان تصنيف ثالث بالنسبه للكابتن محمد شرف، وايضا التقرير الفني بالنسبه للكابتن سراج السنه اللي فاتت كان برضه تصنيف ثالث. كان بيلعب لعيبه كويسه جدا في مركزه، طبعا ده الموسم اللي فات 2018 2019، زي ما احنا شايفين الدور الاول لم يشارك اللاعب ولا دقيقه في الدور الاول. الدور الثاني هنشوف مع حضراتكم شارك فتقريبا 25 دقيقه. اللاعب النهارده بيلعب في مركزه لعيبه مميزه جدا، عندنا اللاعب شادي رضوان، عندنا محمود صابر ولعيبه كتير، فهو بالنسبه للكابتن محمد شرف بالنسبه للكابتن احمد سراج هو تصنيف ثالث في الفرقه، ودي ده شيء وارد
في الكوره، كانت مشاركاته شبه يعني معدومه او مش موجوده. كمان الكابتن ربيع ياسين لما عمل منتخب مصر الشباب، كابتن ربيع ياسين عنده طبع النهارده وهو بيتفرج على كل المباريات ما بيجيبش اللعيبه اللي بتلعب بس، ممكن يجيب لعيبه كمان ما بتشاركش، يديها فرصه للاختبار في منتخب مصر. هو راح لمده يوم واحد بس عشان الكابتن ربيع يشوف كل اللعيبه على الطبيعه، مش في انديتها لا، يشوفها في منتخب مصر. راح ايضا ما استمرش مع منتخب مصر، راح لمده يوم واحد في اختبار في منتخب مصر الشباب ولم يوفق ومشي من منتخب الشباب. فدي كانت رؤيه الكابتن ربيع ياسين، رؤيه الكابتن محمد شرف، رؤيه الكابتن احمد سراج. على مدار 3 سنين لم يشارك سوى 25 دقيقه. السنه دي في قطاع الناشئين كانت النيه انه ما يتأيدش او يتأيد قائمه ثانيه، وهو لعيب قديم. النادي الاهلي عرف ان هو عنده فرصه ان ممكن عايز يخرج، عايز يروح نادي ثاني. النهارده النادي الاهلي عشان يحافظ على حقوقه التسويقيه للاعب تم قيد اللاعب في القائمه الاولى. فالنهارده لما اتقيد قائمه اولى والسنه دي دخل في قائمه مباريات كانت على ما اعتقد قائمه الانتاج الحربي امام الاهلي، دخل مع النادي الاهلي ولم يشارك. اللاعب سافر احد الانديه الاسبانيه وراح هناك، وزي ما احنا شفنا صوره وهو بيوقع او بيمضي العود. النادي الاهلي النهارده كابتن فتحي مبروك ولجنه التسويق بتحافظ على حقوق النادي، وده حق النادي الاهلي علشان حقوق النادي. لكن اللاعب طلع بتصريحات يعني انا شايفها قويه جدا. النهارده بيقول وانا على مدار 3 سنين في النادي الاهلي وانا موجود، او خاصه السنه اللي فاتت انا ما كنتش بشارك عشان كان المدير الفني او المسؤولين بيطالبوني ان انا ادفع فلوس علشان اشارك. ده كلام خطير جدا. النهارده لو الكابتن احمد سراج والكلام موجه للسنه اللي فاتت، طب السنتين اللي فاتوا مع الكابتن محمد شرف الرؤيه الفنيه، طب الكابتن ربيع ياسين، وانا من هنا برضه من برنامج الاشبال وبنفتح الموضوع امام الناس كلها، مصطفى هشام لو عندك اي دليل، لو عندك اي دليل صوت او صوره تواصل معايا شخصيا وانا هعرضه هنا على شاشه قناه النادي الاهلي ونفتح الموضوع. واي واحد مدان ما ينفعش انه يكون موجود داخل صفوف قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. وده كان كلامي ايضا مع الكابتن فتحي مبروك، لو قال في اي دليل لازم يقدمه فعلا ولازم يكون في تحقيق في الموضوع ده علشان نقفل موضوع صفحه مصطفى هشام والاقاويل الكتيره اللي كانت منتشره خلال الفتره اللي فاتت. نروح دلوقتي